مدام سمية عشان اسال في، عشان انت بقى انت كوتشينه وفنجان وكف مش ايوه كده؟ طب الكوتشينه ايه؟ الكوتشينه دي بتبقى يعني عباره عن هدف، يعني مثلا بنتي جالي مخنوقه او متضايقه من حاجه، طب انت متضايقه من ايه؟ بروح فاتحه لها الكوتشينه، اشوف على الكوتشينه هو هدف واحد بس، اقول لها لا مثلا انت هتمشي مش هتمشي، هتقعدي ومش هتقعدي. هي بتيجي في الكوتشينه حروف، انا بعرفش اقرا، بتيجي بجمع الكوتشينه حروف بتمشي مرتاح. ايه الكوتشينه حروف؟ ايه الكوتشينه دي؟ ناس حروف، بتلعب لهو يعني، حروف. احولها لعلم كمان لا 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 هو مش وعلم لعلم، اقدر اشوف بيه الغيب؟ لا 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 هو مش علم ولا احنا ما طبعا ربنا هو اللي بيعرف الغيب. لا هي كل الحكايه ان وهبه او مثلا شطاره، ممكن ازاي يعني تحسبها شطاره. بتجيبي له الكوتشينه بتعملي ايه؟ الكوتشينه بتتفرد كده وبجيب حروف منها، بتيجي بقى يعني بتيجي، ممكن تقول بالصدفه، ممكن تقول تيجي حاجه حلوه بس، لكن ولا حاجه طلعت لي ولا حاجه نزلت لي طب ولا ما هو ده حاجه. برضه شطارة الوهم، بيع الوهم للناس. بس انا ما ببيعش، انا كل اللي تاني بشوفه من كلكم صحابي جمعية ومن، خيرية يعني؟ لا مش جمعيه خيريه، ما قلتش لحضرتك جمعيه خيريه، بتاخدوا لا فلوس مقابل لا 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 ولا فلوس. انا أمال لو بتاخد. بنت جاتني وشافت الفنجان وشافت الكوتشينه عندي وارتاحت، اما بتنجح بتجيب لي هديه، لما مثلا ربنا بيرزقها بعريس حلو بتجيب لي هديه، طيب ما بس هي مش اكتر. الهدية يعني مقابل، يعني هي فلوس يعني، ما انتوا فيش بس مقابل برضه. بنلاقوا لها مبادئ. طيب الكوتشي ايه؟ ايه يعني كوتشي؟ علم في ايه؟ او هي ما فيهاش علم، انا قلت وهبه ما قلتش علم. وهبه في ايه؟ انك انت استطيع من خلال الكوتشينه اعرف مصائر البشر لا ما فيش، ما حدش بيعرف المصير غير ربنا سبحانه امال وتعالى. بتقولي لهم ايه؟ لا الفنجان بيبقى في ايدينا فيه خطوط، وزي ما الحاجه قالت برضو قبل مني بيبقى فيه خطوط، انا ما بعرفش اقرا، فطبعا ده بيبقى علم ووهبه من ربنا سبحانه وتعالى، ان هو ممكن يكون بيديهالنا لكده، بنمسك الخطوط دي نقراها. طب بنقراها ازاي واحنا ما بنعرفش نقرا؟ بتتقري ازاي؟ بنجيب الحرف اسم ما يكون انت اسمك محمد، بنقرا محمد يعني ازاي؟ ربنا هيديكي موهبة في كوتشينة علشان تشوفي فيها مشاكل يعني. سبحان الله. هي الكوتشينه دي انا قلت لحضرتك هي هدف واحد، زي مثلا ما انا عايزه مثلا اروح مشوار وبصلي الاستخاره عشان اشوف نفسي يعني هتنفع ولا لا. الاستخاء مش ماشي. الكوتشينة. ما طب مش الودع، الكوتشينه، الودع اللي هو لا ما اعرفش الوضع ده. انت ما بتشتغليش في الودع؟ طيب طب